تزور طبيب نفسي مو يعني أنك أنت مجنون أو غير متزن أو عندك انفصام في الشخصية، بل يعني أنك إنسان تهتم بصحتك النفسية وحريص على تطوير نفسك وأنك أنت تعالج عيوبها. الطبيب النفسي مش للمجانين صدقوني، بل الأصحاء يحتاجونه أكثر من أي حد ثاني. إذا عندك مشكلة نفسية فلازم تشوف حد مختص، لأن المرض النفسي هو مرض، وأي مرض يحتاج إلى طبيب مختص حتى يعني لا قدر الله ما يتفاقم المرض هذا ويقضي على الإنسان. اقرأ أيضا في الصحة النفسية وراح تستغرب بعد ما تقضي كم من شهر في قراءة المقالات أو تشوف على يوتيوب فيديوهات أو تقرأ كتب، بتستغرب أنك بديت تفهم الحياة أكثر وبديت تتعامل مع الناس بطريقة مختلفة، وبدت تتشكل عندك مهارات اجتماعية ما كنت تتوقع أنها موجودة فيك. والأجمل من كل ذلك أنك بديت تقدر تساعد الناس على الخروج من أزماتهم.